أهلا بكم إلى أخبار الجزائر، والبداية بقرار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والدولي رياض محرز ومدرب باتحاد العاصمة السابق عبد الحق بن شيقة رسميا مقاطعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي سيقام اليوم بالمغرب، احتجاجا على استبعاد محرز واتحاد العاصمة من القائمة النهائية. تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة بين شركة القابضة للتخصصات الكيميائية ACS وشركة العالمية سيجيت لإنتاج جميع أنواع المكونات البلاستيكية والمطاطية للسيارات محلياً. لقيت سيدة حتفها إثر حريق شقة نشب في الطابق الأرضي لعمارة تتكون من 6 طوابق في بني مسوس بالعاصمة، وقد أسفر الحريق أيضا عن إصابة امرأة أخرى نقلت على إثره إلى المستشفى. تمكن أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية تضم 7 أشخاص من بينهم امرأة كانت تنشط في ترويج حبوب الإجهاض والمؤثرات العقلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. قام أعوان الرقابة حسب بيان لوزارة التجارة بسحب 9 كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.